اللجوء. اللجوء كما تعرفه هيئة الأمم المتحدة United Nations هو نوعان، لجوء إنساني ولجوء سياسي. اللجوء السياسي له خصيات وطابع خاص بناس عندهم مشاكل سياسية، وبالأكثر هم أناس معروفون ومشهورون وينزحون أو يتركون البلد التي هم بها، يهربون منها إلى بلد آخر لأوضاع سياسية. والدول التي تمنح إعادة التوطين لا تقبل من اللاجئ دائما إلا الكرت الدائم المؤقت غير معترف به نهائيا بالنسبة لإعادة التوطين. من الطبيعي جدا أنه لا يوجد لاجئ بالنسبة لليو إن إن لم يكن مسجلا معهم، فكيف سيقوم موظفو اليو إن بإعادة توطينك أو أعطائك الفرصة للسفر؟ لجوء، سياحة، فيزا طلاب، فيزا دراسي، فيز متعددة، فيز سياحية، فيزة عمل، كل هذه طرق للقدوم إلى كندا والهجرة واللجوء إلى كندا. حكون معكم خلال الفترة القادمة لأحكي معكم بشكل دائم عن الهجرة واللجوء لكندا من خبرة طويلة 30 سنة في كندا وعمل في مجال اللجوء والهجرة لكندا. حكون معكم سام، قناة Life with Sam. تابعوني وعملوا سبسكرايب وشير ودعوا أصحابكم إنهم يشاركوا مشان تعم الفائدة، لأنه مع بعض بإيد واحدة فينا نوصل لأكبر كم من العالم ونوصل الرسالة تبعنا لننفع أكثر في موضوع الهجرة واللجوء لكندا، وبحيث إنه يكونوا عارفين لشو هني داخلين وعشو هني رايحين ولوين حيوصلوا. تحياتي لكم، سام.